أنينا في عرض بحر الشمال. المدن كنساء، إن أحببتها أحبتك، إن إذا لاحقتها تمنعت، إن هادنتها عاركت، إن جافيتها تناست، وإذا أحبت أغدقت، وإذا كرهت كادت ومحقت وأحرقت. طباع الأماكن من طباع أهلها، والعكس صحيح. طباع من يسكن الجبال ليست كطباع من يسكن السهول، وخصال من يسكن المدن الساحلية ليست كمن يسكن المدن الداخلية. المدن بشعوبها، والشعوب بمدنهم تعكس ثقافة ووعي وذوق وأخلاق سكانها بجهة نمط الحياة والتناسق والهندسة وفن العمارة. المدن إن تأدلجت تخندقت، وإذا تخندقت خلقت واختنقت، لذا فهي كالبشر، الحرية أكسجينها. إن قلت الحرية فيها ذبلت المدن، وإن عدمت تموت. أما أوستن وبحرها ونوارسها وغزلانها الشقروات، فبيني وبينها قصة حب من طرفين، بخلاف الحكايات مع المدن الأخرى التي مررت بها. دفعتني الصدفة للاستقرار في بلجيكا، لكنها الآن وطني. دعني أقول لك إنني خلصت في الآونة الأخيرة إلى نتيجة مفادها إن الوطن ليس المكان الذي تعيش، ليس المكان الذي تولد وتعيش فيه دون اختيارك، ويجردك من حقوق المواطنة ويسلبك حريتك وكرامتك، بل الوطن هو الأرض التي تشعرك بإنسانيتك وتمنحك الأمان والحرية والكرامة وفرصة العيش الكريم والعمل والتعليم والإبداع. أدركت متأخرا إن منتهى الخطأ والمازوشية، الالتزام بمقولة الشاعر العربي الذي يقول: بلادي وإن جارت علي عزيزة، وأهلي وإن ضنوا علي كرام. تأكد لي إن أس الاستبداد والفساد والضروع في إنتاجهما وتغذيتهما هو الانقياد وراء هكذا أقوال، لأن الوطن الذي قوامه القمع والفقر والاستبداد والفساد هو السجن، ومن يحكمه جلادون وفاشيون، حتى لو كانوا أهلي وعشيرتي. ورغم ذلك أتمزق من الأعماق في اللحظة ألف مرة نتيجة ما يحدث في سوريا. اخترت العيش قبالة بحر الشمال في أوستند لأن فيها الكثير من خصال المدن التي زرتها. قرأت في ملامحها قلق الشاعر، هدوء الحكيم، تبرج الحسناء وصخب مفاتنها. وتجهم العجوز، حرارة جدل الفلاسفة وبرودة نقاشات البليدين والمتطفرين، طيش المراهقين ولباقة واتزان وكياسة
الأرستقراطيين وغرورهم أيضا وسطا في الليل تكتب الشعر وفي النهار تقرأه على أسماع البحر وزواره ونوارسه. هي الآن في هذه اللحظة تعرف بأنني أكتب لك. هي الآن في هذه اللحظة تعرف بأنني أكتب عنها لك وتسعى إلى إلهامي ومساعدتي في ترتيب الأفكار واستحضار الصور. هي الآن وعبر هذه السطور تريد إيصال نفسها إليك. شكرا.